بعد أن استعصى التأهل بالقدم ضربة حظ ترسل منتخب غينيا لملعب مالابو وتجبر منتخب مالي على العودة لباماكو. هي قصة آخر الملتحقين بفرسان دور الربع والذي لحق بالركب المتأهل بعد سيناريو لا يتكرر كثيرا في الكأس القارية. منتخب غينيا العائد لأسوار الكان بعد غيابه عن النسخة الماضية ظهر بمستوى متميز في النهائيات رغم إخفاقه في تحقيق الانتصار في مبارياته الثلاث حتى الآن. البداية كانت مع فيلة الكوت ديفوار وفيها تألق رفاق محمد ياترا، لكنهم لم يحافظوا على هدف السبق ووقعوا في فخ التعادل مع الفيلة الذين أكملوا اللقاء بعشرة لاعبين. الاختبار الثاني كان أمام الكاميرون أحد القوى التقليدية في الكأس الإفريقية، والعائد هو الآخر لأحضان الكان بعد غيابه عن دورتين متتاليتين. المنتخب الغيني كان في الموعد أيضا وتمكن من تعديل الكفة رغم تأخره بهدف منذ الدقيقة 13. ومع إخفاق منتخبات المجموعة الرابعة في التأهل للدور الثاني أصبح الفوز في الجولة الثالثة مفتاحا للعبور. تمكن الكوت ديفوار من تحقيق المنشود عبر بوابة الكاميرون، فيما تعادل المنتخب الغيني مع نظيره المالي بهدف لمثله فرض إجراء قرعة للكشف عن هوية المتأهل الثاني. المنافسة كانت صعبة جدا والحظ ابتسم لبلادنا. أشكر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وأشكر الشعب الغيني، أشكر الشعب الغيني الذي اختارني لتمثيله في عملية إجراء القرعة. أشكر الشعب الغيني من جديد، أشكر الله، أشكر الله. ابتسم الحظ للمنتخب الغيني وصيف البطل في نسخة 1976، وودع المنتخب المالي وصيف البطل أيضا قبل غينيا بأربع سنوات، ودع البطولة بعدما تبخر حلم التتويج أو على الأقل الوصول لمربع الكبار وتكرار سيناريو الدورتين الأخيرتين. المنتخب المالي المشارك في الكان للمرة التاسعة قد يفتقد في النسخة القادمة القائد ونجم الكرة المالي الأول سيدو كايتا، والذي كان يمني النفس بإدخال منتخب بلاده نادي المتوجين بالكأس السمراء دون أن يفلح في ذلك. كايتا في خريف العمر الكروي وحسرة في القلب على حلم تبخر. بالطبع إنها خيبة أمل ليس لي فقط بل للمنتخب المالي ككل. كل اللاعبين محبطين والكل مستاء من الطريقة التي خرجنا بها من البطولة. في المقابل غينيا التي حطت الرحال بالكان بعد رحلات طويلة في القارة السمراء. شبح فيروس الإيبولا جعلها تلعب الإقصائيات خارج الديار، بل هناك من فضل عدم وصولها للنهائيات، لكنها فعلت بعدما تأهلت كثاني للمجموعة الخامسة خلف غانا وقبل أوغندا والطوغو. واليوم سيتجدد اللقاء بغانا المنتخب العنيد والقوي خصم غينيا في دور الربع.